بلا طول سيري، الرقم الساخن 71-106-111. لأي ملاحظة أو تعليق zavanonline.com. مع تزايد إنتاجات وعروض الأفلام اللبنانية بما يشكل انطلاقة جديدة للسينما بلبنان، لفت نظرنا فيلم مميز. فيلم المخرج كتب بدايته والجمهور بكل عرض بيختار نهايته. رحبوا معي بيوليوس هاشم، كاتب ومخرج فيلم الكلمة الأخيرة، أول فيلم تربوي تفاعلي لبناني. مساء الخير يوليوس. مساء الخير صافين. كيف أصداء الفيلم لهلأ؟ نشكر الله، كتير حلو. يعني بكل مرة بعرضه للفيلم بنبسط أكتر، بكون يعني الجمهور بيكون عم يحضر الفيلم، أنا بكون عم بحضر الجمهور، وبيكونوا كتير عم يتفاعلوا هيك بشكل إيجابي، خاصة إنه الببيك تبعي هو شباب، يعني شباب وصبايا، أوقات بيكونوا جايين أكتيفيتي بالمدرسة تيطقوا حنك فبيسكتوا، يعني معهم أول 20 ثانية فيهم يطقوا حنك، بعد 20 ثانية إذا ما سكتوا بيش أنا أعطيهم. عم يسكتوا. نعم، فيلمك تربوي عائلي تفاعلي، خبرنا عنه. هو فيلم طلعت فكرته إن مدرسة من عنا، أنا بعين بمدرسة شايتي بالسوق، بعين مسرح وبعين مادة اسمها أصول النقد. طلعت الفكرة لما جيبونا أكتيفيتي على المدرسة، وكانوا التلاميذ عم يسألوني سؤال واحد أي ساعة بيخلصوا، فقلت إنه ليش ما بنعمل نحن أنا وتلاميذي بنعمل فيلم تنعرضه عنا بالمدرسة. بعدين تطورت الفكرة حتى صارت إنه هتا نشاركه مع غير مدارس، وبعدين تطورت الفكرة أكثر حتى هيدا الفيلم يصير تربوي ويكون عم نعمل منه دراسة بعدين. شو القصة؟ القصة كمان، القصة كيف استوحيتها؟ القصة سألت التلاميذة، وزعت لهم وراء وقلت لهم إذا بيكون عندكم قدرة خارقة شو بتنقوا تكون؟ أنا كنت طالع على بالي أعمل شيء هيك شوي سوريال، بحب الأفلام اللي فيها رمزية معينة ما بتكون مباشرة. قاموا الأغلبية نقوا إنه أو يعرفوا شو في براس المعلمة، أو يعرفوا كيف بدها تجي الأسئلة، أو ينجحوا برا ما يدرسوا. فمن هون طلعت الفكرة إنه بنت بتتمنى تنجح برا ما تدرس، تتحقق أمنيتها، ولكن ثلاث نقاط. هلا هون شو ممكن يصير؟ أنا أخذت هيدي القصة وعملتها دراميا، تركيبتها تحت يشوف شو ممكن يصير إذا واحد بينجح بالغش وبالزعبرة. خلينا نشوف إعلان الفيلم ونرجع منتابع. يلا. جايبتي لي تري بيان بدل إكسيلون، إذا بالدوزيام وهيك، بكرة بس تكبري شو بتعملي؟ بكرة بتعملي قصاص مرتين وبتغوار. بكرة بساعات كل مصيرك رح يتحدد. Tomorrow, your last chance. قلت فيش طريقة أقدر أعمل دفورات بلا ما أوجع راسي، وأنجح بلا ما أدرس، عبالك يكون عندك قدرات خارقة وجواب لكل سؤال. خذي هذا السلسال بالبصير ورح يصير عندك جواب لكل سؤال. ليكي ما بعرف شو عم بيصير معك، بس برافو. هلا بدك تخبرينا شو عم تعمل. شو؟ كل واحد بوفوار. شو؟ بطل عندي غير جوان بالصف؟ لياخد فاي جوان، تري بيان جوان. بنتي أنا بتاخد صفر؟ بدك تعصيني بين الناس؟ مش العلامة هي اللي بتحدد أنت مين. كل علاماتك صايرة صورة. ما بعرف شو صار معي بقلبهم. بس أنت ما قلتي لي هيك رح يصير. شو؟ اكتشفت سرها لجوان. قصة شو مسيو؟ أنت مجبورة تكوني شاطرة. مجبورة. أصلاً ما عدت أنا يلي بدي أخد 20-20. أنت مش مبسوطة. روح من وجهي، روح بس. ما في غير جوان عم تقول إنها عني منيح. كيف ضربتها الشطارة فرد مرة؟ مش عم بفهم أنا. إلا إذا كنت حبة يرجعوا يتصلوا فيي من المدرسة ليقولوا لي إنك رح تسقطي. أنا فاشلة، فاشلة. يا مامي شو هالحكي هيدا؟ يعتبروا إنها موضة. يعني بتعرفي إن اللي عم نعمله غلط. من وين طلع لي هيدا؟ ما كنت بتوقع هالشي منك أنت بالذات. وشطارتي بتخليك تنطي دغري على الجيب. ما بيأثر إذا سقطت؟ ليكو خايف. في شي غلط بقصة جوان. أنا قررت أكتشفه.
الفيلم وين عم ينعرض هلا؟ الفيلم عم ينعرض بكل المدارس اللي حابين انه ينعرض عندهم، انا بروح لعندهم على المدرسه لانه في تصويت، يعني ما في انا كون عم بعده بذات الوقت باكثر من وقت، وهذا الشيء يصعب علي اوقات بفكر انه شو كان بدي بالشغله كلها. قبل ما نحكي عن التصويت وهذا يعني العلامه الفارقه والمميزه بالفيلم، بهالنوعيه من الافلام المشكله انه دائما تكتب يعني بلغه الاهل او بلغه التربوي او بلغه، يعني مش بلغه الاولاد بحد ذاتهم. صحيح. هلا انت تربوي واهل قريبا وصحافي وبنفس الوقت ناقد فني بصحيفه النهار والحياه، كيف كتبته؟ بلغه مين كتبت؟ كيف استوحيت؟ كيف اخذت اكتبست كلماتك؟ كتبته بلغه التلاميذ لانه كمان من ضمن الطريقه اللي اشتغلت فيها كونت اكيب نوايو، انا هيك فريق نواة بسموه انا والتلاميذ، وقلت لهم اذا انتم صرتوا على البيت اخذين زيرو شو بصير معكم؟ اكتبوا لي مشهد. كل واحد صرت اقول له شو يكتب، كتبوا لي هن المشاهد. صرت هون اتعرف على جمل جديده اول مره بسمعها موجوده بالفيلم، مثلا ترشت، يعني تعمل رشتة، او مثلا بتقلها شفتيها كيف كانت عم تعمل بفحص كانت كدشت الورقه، انه هذه الجمله انا ما بعرفها كانت كدشت الورقه. اضف الى انه انا بضل على تواصل دايم مع التلاميذ وبسمع منهم لغتهم. نعم. فاخذت منهم الافكار، اخذت منهم التعابير الخاصه فيهم، وقعدت صياغتها انا بنفس واحد حتى يكون الفيلم نعم. متسلسل، بس لغتهم هي وحاطت وجهه نظرهم، يعني في افكار كثير طرحوها شو الاهل بيقولوا، مثلا في فكره مش موجوده بالفيلم بس هيدي كثير كنت حابب اكتبها. التلاميذ قالوا لي انه دائما الاهل اذا بقول له مثلا جيبوا لي ايباد مثل ابن عمي بيقولوا لي ما تتطلع بحدا، بس يجي الكارنيه بيقولوا لي لك ابن عمك شو شاطر، بخلونا نقارن، يعني وقت بدهم بيقارنوا وقت بدهم ما بيقارنوا. فصرت انا اخذ هودي القضايا وجاوب عليها، يعني صار في بقلب الفيلم في دبا في وجهه نظر الاهل، في وجهه نظر التلاميذ، وفي وجهه نظر الاساتذه. التلاميذ كانوا تلاميذك، الاهل باغلبيتهم كانوا نجوم ضيوف. نعم. كيف كان التعامل مع النجوم مقارنه مع التعامل مع ناس هواة يعني او طلاب؟ على الصعيد طريقه التمثيل كانت اهين، بس على الصعيد الشخصي كانت كثير حلوه لانه كل هود النجوم هن اصدقاء، يعني انا عم بكتب الدور كتبت المشاهد لهم، قبل ما اكتب الدور انا حكيتهم وقلت لهم انا بعمل فيلم اذا بتحبوا تكونوا معي، قالوا لي اكيد بنحب، كتبت لهم المشهد. في الاهل كمان في اهل تلاميذ حقيقيه وفي معلمات من عنا، يعني الاساتذه بالفيلم هن اساتذه المدرسه، الاهل او اهل التلاميذ الحقيقيه او الممثلين المحترفين والتلاميذ التلاميذ، يعني هذا الفيلم مشترك فيه الاهل والتلاميذ والممثلين المحترفين. الميزه تبع الفيلم انه النهايات مختلفه، بصير في تصويت خلال العروض للنهايه اللي بيختاروها، وانتم مصورين ثلاث نهايات. شو هن؟ نعم اول قلنا النهايات بس شو نوعيتهم، يعني شو عم يختاروا؟ بده يختاروا بين ثلاث نهايات. اول نهايه هي قلت لك قصه بنت بتتمنى انه تنجح بدل ما تدرس بتصير تغش، وبعدين رح تكتشف انه انا الغش اللي عم بعمله عم بأثر على الاخرين. بتصير تتفاهم القصة، يعني هي عندك نهاية أخلاقية نهاية أول هلا بكل نهاية فيها وجهين، فيها شيء منيح رح يصير وشيء عاطل. أول نهاية هي رح توصل لمطرح ممكن تفوت على الجينيس بوك وتصير أول تلميذة. نعم ما تقلنا شو النهاية. لا ما هي موجودة، يعني هيدا فيهم يعرفوها. نعم. مش عم بكشف هيدا لانه النهايه المضبوطه هي سوربريز، هيدي مش رح اقولها. نعم. بس هي بس هو في، يعني انت اللي اخترت تكون وحده يعني يفوز فيها الاخلاق، وحده يفوز فيها الغش. نعم. ووحده هروب من الواقع، وحده هروب من انه اخذ قرار من المسؤوليه. ايه يعني يا الاخلاق يا الغش، يعني يا الشر يا الخير يا الهروب، يا انه ما خلي القدر هو يحدد. شو عم يختاروا؟ عم بينقوا او انه الاخلاق، وما بعرف اذا هيدا شيء لانه لازم ننقوه، لان نحن معودين ننقي شو هيك شو بنعتقد شو رح يبسط المعلمة. هلا لما فهموا من التلاميذ انه بدكم تنقوا تكونوا كانكم انتم مطرحها، لانه اذا نقوا الاخلاق يعني عم تسميه الاخلاق بالمقابل رح كل المدرسه تعرف فيه شو كانت عامله، فانا رح اعترف بخطأ يعني. بس رح اتبهدل واتشرحط يعني قدام الناس. عم ينقوا الخيار الثالث هو انه يهرب من الواقع، بس مقابله انه ممكن انا اتعرض لحادثه. عدم تحمل المسؤوليه. ايه ما بتحمل المسؤوليه، بس في بالمقابل انه قلت لك كل خيار له وجهين، انه انا ممكن يصير شيء
فليك ليك هيدا قديش بيكشف واقع طلابنا اليوم. نعم. الأغلبية بالعروض اللي عملتوها شو اختاروا؟ كتير قريب النتيجة بين الأخلاق وبين الهروب. هروب. أقل شيء عم يختاروا إنه لا أخلاق، بس في منهم بيختاروا. يعني بيكون مثلا قد ايه النسبة يعني؟ نسبة 20% قد ايه بيبقى 80 ثم 40 او 41 39 هالقد قرب. هلا مشروعك الثاني وتعملوا دراسة حسب النتائج. مظبوط، هيدي النتائج رح ناخذها ونرجع نعمل منها دراسة بسيكولوجيك وسوسيولوجيك كيف بيفكروا طلاب لبنان. نعم، على كل الأحوال يعني هو ملفت للنظر انه موضوع الهروب، يعني بعتقد اذا اخر شيء طلع انه طلاب لبنان عم يهربوا بعتقد هذا الشيء اكثر شيء رح يكون لافت. نعم، هيدا الخيار اكتشفته من انا اوقات كنت قلهم للتلاميذ مثلا اعملوا انتم مسرحيه انتم نقوا موضوعها، فانا كنت فكر انه عم بعمل لهم اضافه انه المفروض يشكروني، كانوا قالوا لي لا بليز انت قلنا شو بدنا نعمل، كنت انا قلنا انا عم بعطيكم حريه انه تنقوا، بيقولوا لا انت نقينا. فهن بنقوا بخيارات، بنقوا انه القدر هو نعمل او انا بنكشف او ما بنكشف، بس مش انا اخذ خيار. نعم، الانتاج لمين ولمين بدك تشكر؟ الانتاج لي. لا لا. ايه انا انتجته، بدي اشكر كل الاشخاص يلي ساعدوني خاصه الممثلين المحترفين، اكيد بدي اشكر مدرستي وبدي اشكر رئيس سيرفانسون علوان يلي هي كانت الدعم الاول، يعني انا كنت عم بقدر استفيد من المدرسة، طرشت الصف، غيرت له لونه، كنت عم ظهر التلاميذ اوقات بساعات معينة بقدر ظهرهم، فكان معي كثير هيك اذا بدك مساعدة من الرئيسة حتى نقدر ننفذ الفيلم. نعم، طيب والمدارس المهتمة يعني تشارك تلاميذها بهالتجربة التربوية؟ شو بيعملوا؟ بيتصلوا فينا في الطرقان، في رقمين، في 03-05-06-91 او 03-946-330. نعم. هلا المشاركه بين المدارس اللي راح يشاركوا راح يكون عندهم فرصه انه تلاميذهم يكونوا معي بالفيلم اللي جاي، لانه جات فكرت بعد كبر الدويره اكثر، انه هذا الفيلم عملته مع تلاميذي كان الاكيب كله وجهه نظر تلاميذي يلي بمنطقه الذوق. فقلت اذا بجيب التلاميذ مثلا بيكون في ممثلين مدرسه من الجنوب، مدرسه من الشمال، مدرسه من البقاع، مدرسه من الشوف، ببعقلين عرضت، ساعتها بيكون في ممثل لانه الفيلم الجاي بيطرح موضوع ما راح اقوله هلا، بحب شوف هذا الموضوع كيف بيفكروا فيه كل منطقه وكل الحياه الاجتماعيه. السؤال الاخير يعني صعوبه التوازن بين الرساله التربويه وبنفس الوقت الرساله الترفيهيه للفيلم، لانه كمان بدك الطلاب اللي عم يحضروا ينبسطوا بالفيلم. ما كان صعب لانه قلت لك انا في الطلاب هن كتبوا جزء منه، دائما هذا يعني مستند عليه الطلاب. نعم. بيضحكوا عليه كثير لما يكونوا الاهل عم يحضروا هذا الفيلم باحد يعني في احد المدارس، اخذناه عرضناه بس للاهل، كان نقاش كيف تمام. لازم انتم لما يجي الكارنيه لاولادكم كيف لازم تتفاعلوا مع الكارنيه ومع العلامات. ف عادة القصص اللي كاتبينها للتلاميذ الاهل بحسوها انه اوكي عاديه. نعم. والعكس صحيح، التلاميذ كثير بيكونوا عم يتفاعلوا وعم يضحكوا. ف يعني بالفيلم عامل على عده. نعم. مستويات، الاهل بحبوه، الاساتذه مش كثير بحبوه لانه اوقات بكون عم بحكي عنهم هيك نقد، بس مبلا بحبوا الرسائل التربويه والتلاميذ بحبوا. يوليوس هاشم شكرا لك، يعطيك العافيه، كدشنا الوقت، هيدي تعلمتها منك اليوم. كدش مبارك. بس راح نرجع بنكفي سينجينج ماركس بعد الاعلان. ميرسي عرف. بعد الفاصل. اطيب من قلبه كل شيء له. هاني عساف يطلق اغنيه جديده في سينجينج مارتش مباشره على الهواء، للمشاركه في بلا طول سيري زافان اونلاين دوت كوم.